تتم فيك أساس بقى أطالع أكيد شيء شو شو تكون تفلت صباح الخير وتحية طيبة لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر اليوم حنا نتوجه مع عائلة هنا في درب النور بالمدينة القديمة. هذا الطفل هذا اللي في العمر ديالو 10 سنوات وتعاني واحد المرض نادر، يعني خلى العائلة أحوال العائلة كلها يتقلب بسبب هذا الطفل هذا اللي يعني عنده واحد الماء في داخل العينين بحال لاسيد، يعني بحال الماء القاطع تسبب لي أنه تقتل العروقة بالإضافة لأمراض أخرى. العائلة يعني دارت مجهودها الله يحسن عوانها، طلع فول أنه الحالة ضعيفة. الأب ديالو كان يعني خدام في هذا الشيء ديال السياحة، الأم يعني ربات بيت ما في حالتهمش، ولكن يعني داروا مجهودهم مع الاطباء، ولكن الاطباء نصحوهم بانه خصو هذا الطفل ساعد انه يخرج على برا باش انه يتشافى. نخليو الام هي تحكي لنا هذا المرض هذا على اللسان ديالها. لالا يعني بغيك تقربي الناس وقربيهم من المرض ديال سعد هذا الوليد هذا. تفضلي. السلام عليكم. انا كنتمنى من المحسنين يعاونوني في ولدي، راه داك الماء اللي عنده في عيني خطير، تيحقق لي العروق، والتاجت لاي طبيب لاي سبيطار لاي بريفي، لا علاقه، لا الدواء اللي كيشرب اصلا تيضرب لك العوي والكبده، وانا خايفه على ولدي ما في استطاعتيش، وكنتمنى من المحسنين يعاونوني ويشوفوا من هذا الوليد الصغير تاو يعيش حياته ويداوى. تنتمنى منكم تعاونوني، وعاش الملك. نعم، اش يقول لك الاطباء شنو المرض اللي عنده؟ لا لا لحد الان ما عرفوش هذاك الماء من تيتكون ليه، عاطيني الدواء مهدي باش داك الماء ما يدوش للعين الاخرى حتى هي دابا. هادشي اللي كاين. نعم. يعني منين تبان في هذا المرض الشريفة؟ راه من تحضرت المدرسه دابا راه عندي واحد 10 سنين. نعم نعم. ويعني وكيفاش اكتشفتوا انتم هذا المرض في سعد؟ جاو شي اطباء ديال الخميس للمدرسه فحصوا لي الشوف ديالو، قالت نقص لي، ملي مشيت ندوز عند طبيب اختصاصي عطاتني الحاله ديال الولد، قالت لي هذاك العرق فيه الماء والماء بحال شكل لاسيت. نعم. يعني ما حاولتيش انك تدي عند طب اخرى، يعني طبيب واحد هو اللي قال لك ولا كلهما؟ اي اللي كنمشي عنده تيقول لي نفس الحال. نفس الحال داك الماء الان ما عرفوش من تيتكون باش يحبسوهم الان. ولله يلا تنتمنى منهم يعاونوني ويشوفوا من حالي ويشوفوا من حال هذا الوليد. يعني 10 سنين هو في هذه المعاناه. 10 سنين هو تيعاني. بينك تقربي الناس قربيهم، يعني ملي تيكون هو يعني تأثر عليه الشيء على عينيه، قربي الناس. شنو بالليل هادشي تيجي تضرو بالليل بزاف ما تنعاش، يعني تفضل تيبقى كل تعيد العيني هكا يحكا ما تيشوفش فيها مزيان تتحرقو، داك الدواء هو اللي محبس لي انا داك الماء وتياب باش ما يمشيش للعيال الاخرى، باش ما يمتصش للعيال الاخرى. وانا خايفه انا ولدي، قالوا لي الاغلب اللي كيزيد واحد السن ما يبقاش يشوف يتبصر، والناس اللي معايا دابا ما بقاش يشوفوا بعينهم على سيف ولدي. يعني خصني نعرف انا هذا الشيء منين تيتكون ديال ولدي. نعم نعم. يعني دروكا هما اش قالوا لك الاطباء بالضبط؟ قال لك ما تيتربى في العين صافي، تضرب لي عروقة العين صافي. هذا الشيء اللي كاين. ما عطاوكش الدواء، شحال الدواء تقريبا، شحال التحليل درتو؟ درت جميع التحاليل، جميع السكانيرات، جميع كل شيء، تيخرجوا عاديين، وهذا الدواء اللي تيشرب. نعم. هو تيدكو هذا تيدوزو في محمد السادس اختي مرا هذا المناع هذا الشيزو عشينتي هذا هو اللي كيعطيني انايا باش كيحبس لي داك الماء هذا وهاك. نعم نعم. هادو كاع دروكا دويين كلهم تيديرهم سعد باش انه هذاك الماء ما ينتصرليش بشكل كبير، باش ما ينتصرليش للعين الاخرى. بقى حابس لي داك الماء. ومنين انت سعد هو تيشرب هذا الدواء هذا؟ من اسم العمر من التحضيري. من التحضيري مسكين هو تيشرب هذا الدواء هذا. هو دابا نعم. تشوف عنده خوتو، اشنو دروكا هو شنو من تتكوني انت وياه كأم؟ اش يقول لك هو ملي تتكوني انت وياه سعد وتتكوني انت معاه بوحدك، اش يقول لك بعض المرات؟ تيقول لي ماما بعض المرات كاع ملي تيتفضوا تيبقى يغوت، تيقول لي ماما وليت ما كنشوفش عمى، وليت عمى ما كنشوفش. نقول لي لا وليدي راه يدي انا طافيه،
وعنقو كل ساعه تيبقى يرمشها ويجبدها بحال اللي داك الماء كيدير لي على عين مومو كيغطي لي ما تيبقاش يعطي لي التيبه يشوف. وانت يعني كيفاش تشوفي انت الوليد دروكا ها هو باقي صغير فهمتي كنتي تترجعي فيه الان؟ نعم يعني كنحط باق حتى نموت ملي تنشوف ولدي سنين وانا معاه دابا باي علاج كنمشي ندق على ما لقيتش انا اللي يقولوا لي هذاك الماء ملي تيتكون ليه يعني انا خايفه من ولدي يزيد شويه ما يبقاش يشوف. هذا هو الهدف اللي عندي انا كنتمنى من الله ومن المحسنين يتعاون معايا مع وليدي الله يجازيهم بخير. ما بغيتش انا ولدي يضيع باقي صغير ما بغيتوش يضيع عليا الله يجازيكم بخير اللي كيشوف فيه وتيشوف هذا الوليد ديروا من جانب الله الله يجازيكم بخير كنطلب منكم الله يجازيكم بخير ما تعاونوا معايا مع هذا الوليد. نعم واش الطبه ما قال لكم شحال تقريبا التكاليف ديال العمليه على برا ما قالش فينا بالضبط هذه يقدر يدير العمليه؟ نعم عطاونيش ما شاء الله حاجه انا كندوز صافي شي بس ما كانش بس ما كاينش بس ما كاين. نعم نشوف يعني شي نتيجه واخا نشوفوا الاب لاب يعني اللي خدام في قطاع السياحه شريف تشوف بانه هذه مده قطاع السياحه واقف وتشوف هاد التكاليف ديال هاد الوليد غادي تتزاد يعني مجموعه ديال الدويه مجموعه ديال التحاليل. تفضل. واحد السلام عليكم وسمحوا لنا على هاد الترجمه هاد الازعاجات اللي درنا وتنشكركم نتوما الناس اللي شوف التي في. بالنسبه لابن ديالي يعني بزاف يعني ما تقولوا الكلام اقل وده يعني تكرفسنا على المح تكرفسنا يعني حتى المصاريف ما بقاتش الا باش نزيد نتونا حتى واحد على ايوا حنا تنمشيو الاطباء يعني الزوجه ديالي قايمه بالواجب ما تتخلي لا محمد السادس لا المهم دزنا من الاول من الاختصاصيه الكلينيك من الكلينيك اللي راه معروف ورا المستعجلات ديال السيفيل ديال البنطفيل وثاني عاوتاني اختصاصيات بحال اللي يعني باثمنات وكذا واش بينا نديروا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء ما يعني ما حسينا به حتى بدينا في الايام عاد ولينا تنحسوا بهذا الضرر وهذا. نعم. وحنا تنشوفوا الحمد لله ابن ديالنا بخير يعني في السوفا في النظر في اللعب وكذا بخير وعلى خير ولكن هذا المرض اللي فيه هو ما عرفناش شنو سببه ما عرفناش شنو ودكاتره تبارك الله اختصاصيين وكذا يعني حتى الكلينيك حتى هو راه خبره كبيره ولكن يعني تكرفسنا على قبل ما عرفناش كنتو كل مره تمشيو للكلينيك ولا تمشيو عند الطبيب تتقول هذا هو الامل يقدر يعطينا شي امل باش باش هذا الوليد. نعم 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 تفضل. ايوا كنتمنى انا الكلمه اللي كنتمنى هو انا معروف وغالي على التحريف يعني كنت في ساحه جامع فنا وباقي اليوم هذا عندي العلاقه معهم وباقي اليوم كنخدم معهم يعني في الفراغ ولا في واحد الوقت اللي تنكون جاي من العمل ديالي من اكافي يعني غير صغوما كان كنت مع اجانب وفي نفس الوقت يعني فاش تنجي واخا تلقى الخاطر ماشي هي هذيك يعني من تعب العمل عاود نجي تعب على الابن ديالي. انا بغيت نترجى من مراكش لطنجه الكويره والناس اللي في داخل الوطن وخارجين على الوطن راه كما لو راه تتعرفوه ولد بحجوب الكفيف يعني اللي كانوا حتى الناس المعجبين ديالنا اللي كانوا يحبونا وتيذكرونا تيقول لك انتم غزالين تبارك الله فنانة ايوا تنتمنى يعني انا تنتمنى الشفاء العاجل للجميع الابناء راه الوالدين راه معتبين وحتى الابن معتب ولكن حنا باش حاجه اللي تفرحنا في هذه الدنيا اليومين هذا هو الابن ديالنا قوي عطي الله القوه والصبر يعني وتيتحمل الادويه تيتحمل النفاحه بزاف ولكن انا تنضر جيته راه عرفت العاب تيقول قوي وتيقول ديك القيمه ديال الصبر ما تيبغيش بيا ولكن لا اله الا الله رسول الله. نعم. سامحوني انا كيفاش تشوف انت المستقبل ديال دروك ديال وليد ديالك في هذا الشيء؟ اش بغيت نقول لك المستقبل ثاني حاجه معلوم بالغيب الا الله هو المهم تنتمنوا كاع الوالدين تيتمنوا ولادهم ان شاء الله يكون خير الامل الارجاء والامل نعرفوا هذا السبب ديال هذا المرض وفي نفس الوقت بغينا ان شاء الله راه تبارك الله راه اطباء علماء كبار داخل الوطن وخارج الوطن والحمد لله راه الناس راه يعني راه الاسلام والناس الطيبه والناس اللي تتحب دير الحسنات وتحب دير راه اجرهم كبير وراه حتى حنا فاش كنشوفوا شوف التي في وبعض القنوات وكذا بهذه الاخبارات وهذا راه حتى حنا تنضطروا يعني الانسان بني ادم وبني ادم راه كله تيتحمل هذا تيحس بهذا الضرر
تيقول الله يحسن العوان الله يحسن العوان الله يحسن الله يشافي الله يشافي هادي شافي الله هادي كل حنا الرجاء ديالنا والامل ديالنا في المغاربه كلها هما اللي كيشوفونا من خلال هذا المباشر. حنا هادي ان شاء الله تنتمنوا انه من خلال هذا المباشر ان شاء الله المغاربه كلها هما المتتبعين ديال قناه شوف تي في انهم بارطاجيو مزيان هذا اللايف تشوفوا المستقبل ديال سعد. يعني المجهود مجهود كبير دارت له العائله مجهود كبير وراه خليته صابر ما قاطعش تبارك الله تبارك الله صابر تبارك الله يعني راه الله يصبر الجميع الصبر الصبر ابتلاء الله يجعله ان شاء الله هذا ابتلاء الخير ان شاء الله ابتلاء العربيه كامله وحتى الدول العربيه حتى الدول الاوروبيه راه حتى هما عايشين معاهم بخوتنا نعم راه حتى هما خصنا نطلبوا لهم الله يلطف بهم والله يدير لهم شي تاويل الخير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله على العموم احنا تنتمنى منكم متتبعينا انكم تدخلوا حتى نعرفوا انكم قلبكم كبير محسنين دائما تبادروا في اي مباشر ترقبوا به في قناه شوف تي دائما مبادرين دائما يوقفوا بجنب يعني المغاربه اللي تيكونوا في حاجه ديالهم حتى نتمنى من خلال هذا المباشر المتتبعين انكم تشوفوا من حال هذه العائله عائله صابر الطفل 10 سنين عنده في عمر 10 سنين وقدامه مستقبل مستقبل والعائله تترجى انه يعني يكون ان شاء الله في المستقبل المشرق ديالهم وانهم يساعدوا في هذه الحياه هذه يعني تتمنوا من المحسنين ذوي القلوب الرحيمه انهم تدخلوا باش يساعدوا هذه العائله في هذا المرض النادر ديال صابر ديال سعد عفوا اللي عنده مرض نادر على مستوى العين يعني ما تتربى لي في العين ما عرفوش شنو السبب كان السبب ديالو انه تيضرب لي العروق ديال العينين. على العموم هذا نداء القلوب الرحيمه للمحسنين الناس اللي تيديروا الخير دائما يشوفوا من حال هذه الام ويشوفوا من حال هذا الاب. شكرا لكم نعم سيدي تفضل الجميع اللهم امين وكلمه الله يزيدكم تفضل سيدي تفضل. بالنسبه للساحه جمعتنا يعني تنتمنوا حتى الله يطلق الفرج ليها والناس المحترفين والناس يعني الورثه ديال الساحه يعني التراث الساحه يعني حتى هما راه ازمه كبيره وراه حتى انا منهم. وفي نفس الوقت تنتمنوا كاع الناس اللي كانوا تيحبونا اللي كانوا اللي تبارك الله يعني عاطيهم الله. انا ماشي تنعين ولا تنذكر شي انسان يعني كاع الناس اللي كانوا تيعرفوا الساحه جمعتنا وتيعرفوا فرد بفرد يعني كاينين الشعب اصحاب الشعبيه كاين اصحاب الغيوان كاين اصحاب الامازيغ كاين اصحاب عيساوة كاين اصحاب المهم تنتمنوا كلهم اللي تيعرف هذه الصوره يحاول 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 الله يجزيه بخير يتصل بالنمره ديال الزوجه ديالي وبخصوص ليكم نتوما نعم سيدي وتجاوبوا يعني ان شاء الله يساعدونا اللي في الامكان ديالو الله يجزيه بخير. وانا تنهضر اللي في داخل المغرب عنده الامكانيات واللي خرج المغرب وبارك الله فيكم والصلاه والسلام على رسول الله ان شاء الله. احنا رجعنا والامل ديالنا في المغاربه كلها وشكرا لكم متتبعينا وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر.